سلام سلام، أخيرا أقدر أقول خلصنا من فيديوهات سلسلة العراق. 14 يوم، 8 مناطق مختلفة، 5 تجارب نزلناها لكم، 2 تيرابايت من التصوير. هاي الأحداث والقصص اللي صارت لنا يبيلها حلقة خاصة، ما تقدر تنزل في الفيديوهات مثل ما تعرفون، يبيلها حلقة خلف الكواليس. شباب وش قاعد تسوون؟ انت قلت تبي تعرض الفيديوهات يا الربع، انا قايل لكم نحطهم في المونتاج، يعني شاشه بروح. عمور ركز، تلفزيون جديد. اوه اوكي، تلفزيون جديد، تلفزيون هواوي فيجن اس الجديد. ما بتكلم عن جودته الفور كي الفول فيو ولا كواليتي الصوت النظيف، لكن بتكلم عن ميزه عجيبه فيه. اي نعم، تقدر تتصل في التلفزيون دايركت بكواليتي فول اتش دي. خاصيه فيه اسمها الميت اي، خاصية وايد مفيدة للأطفال اللي عندهم دراسة من البيت، ولا حتى الموظفين اللي عندهم اجتماعات عن بعد. التلفزيون متوفر حالياً والخاصية تشتغل بس بين موبايلات الهواوي وتلفزيون الهواوي. ها بدي؟ حسي الضيم الكون مخبوط ويدمي، يا أغلى ما عندي مليت أنا الوحدي، كنت بحلم فزيت والحلم شي رجع. هو حلو يكون عندك مصور فنان، لكن لما يكون مصور ومغني ليش لا؟ عبود المصور ويانا ما كنا نعرف عنه هالشي، بس حرفيا في سويتش حبيب مفراي الوادي، يا هوا دخلي الهوا خدني على بلادي. في الموصل شفنا وايد من أهوال داعش، لكن في أشياء كانت غريبة، مثلا حرف النون على الطوفة. النون هاي حط مين يحطها؟ هذا النون هاي نصراني، هذا السهم عندنا غير فرع. ففي نصرانيين فوق. لحظة، في سهم فهاي بيت نصراني، فيدفع الجزية وإذا ما دفع. في أغلب الدول لما الكهرباء تنصك فهذه مصيبة، يعني أنت تتكلم عن البنوك السيستمز الحياة تتوقف، لكن في العراق جدا طبيعي أن الكهرباء تأخذ بريك كل فترة وفترة. الحين طلع 3 سم كارد، كل واحد لازم صورة وبصمة وتوقيع. ما كل مرة تنصك الكهرباء تنبت. 3 مرات من الكهرباء. تريح ترجع، تريح ترجع. ليش صورة ثانية؟ قوم قوم. خمس مرات عيب. فندق انسكت في الكهرباء شباب. من الأشياء العجيبة اللي صارت لنا وسط زحمة بغداد هو خبيب صديقنا السائق. هذا الشخص ما أعرف إذا هو رزق من الله ولا هو عقاب من رب العالمين، كان يختصر لنا المسافة اللي هو ساعة بالسيارة في 5 دقائق. لا تسألني شلون، فنان ولا متهور، بس يعني في وسط الزحمة احنا نحصل روحنا نطوف. كتبنا سكريبت حلقة الهروب من داعش. سبحان الله، المفروض يكون عندي لحية، عاد من وين يجيب لحية في الموصل؟ دورنا على الميك اب ارتست وحصلنا واحد. الو، نبي تركب لي لحية. متى؟ الحين. حرفيا اخترع لي صمق ولحية قصصها ركبها، المهم صار الشكل نهائي. بعدين قال لي الله يعينك لما بتشيلها. خلصنا التصوير بعد الفجر، الشباب راحوا ينامون، انا رحت بشيل اللحية. خانقه ليش؟ ما هو اقول لك هاي مال نيل بولش اسيتون تعور. 4 ساعات شلت الشعر، الصمغ مشير خلاص، كله صمغ. ليه ما قررت اني اروح الحلاق يمكن يسوون لي حل؟ هذا حال درب التمثيل. حاول 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 حاول، يمكن عقب نص ساعة بعد ما بدل الموس 3 مرات شالها مع 100 جرح في وجهي. نروح لكردستان مع مين؟ طبعا بدر خان. هاي شخصية تحس انه فاهم الحياة صح، بس تسمعه وتهول بطنك من الضحك. هاي جود مورنينج ماي مان، دونت ميس وذ ذا كين. انكسر. هاي بس هاي بس الهواء تصور. طبعا ما يصير تكون سفرة مثالية، لازم فيها هوشات، هوش هني هوش هناك. وطبعا اغلب الهواش اللي كان يصير مو لان احنا راعيين مشاكل، لكن لانه بنصور
وكل مكان يحتاج تصريح في العراق حق تصوير. كامل يا اخي يوسف لا تصور يوسف شلون؟ لا تصور تصور ما يصير نصور؟ لا ما يصير لا تصور. تناقشنا قلنا له بنصور بالتليفون مرة شنو؟ كان يقول لي يا جماعة قوموا عني انا صايم، وكان اول يوم في رمضان. فوين السالفه ان احنا عصبنا عليه بعد؟ قلنا له زين احنا صايمين بعد يعني بس انت صايمين اعتيادي، من واحد يصوم بعد شوي يصير بس يوم لا فكره. كان كيمك بالروجو بين مو يطور عاد، وكبرت الهوش وكبرت عقب تصالحنا صورنا لقطتين ومشينا. حظ ذاك هذا شو يحسك الموضوع يا من بس هذا ما ها. شفتوا العمود الفقري؟ عمودنا الفقري في السفره كان أصدقائنا من The Journey Adventures، هذه الجماعة اللي رتبوا ويانا كل شيء في السفرة. من بس شهر قبل السفرة قعدنا وقلنا يلا خرتب الأمور من الرحلة ومن الترتيبات ومن الجدول ومن كل هالأمور. وحتى أثناء إحنا هناك ألو فجر نبي نصور يوم زيادة في هالمنطقة، تم تتصل في الفنادق الباقية وترتب الأمور والحجوزات والطيارات. يلا خلينا يوم السبت ثاني رحلة 10 ناس، ما في وايد فرق بين يعني 8 ونص. والحلو انه كانوا يفكرون في اشياء احنا ما كنا ندري عنها، يسبقون الاحداث لدرجة لما رجعنا وقعدنا قالوا لنا عن انهم سووا شيء في حالة الطوارئ شلون يخلون. وايد كان يضحك. حطينا باك اب هليكوبتر، فوقعنا مع شركة هليكوبترات عشان مهمة الانقاذ، صار تفجير ما تفجير اي شيء يسحبونكم من اي مكان. تشاهدت صراحة يعني لمصلحتي اكون بخيل خليهم لنا وما أقول لكم عنهم، بس الجماعة فنانين يستاهلون. اللي عنده سفرة مغامرات، عنده سفرة غير معتادة، خليه يتواصل معهم وبيرتبون لك كل الأمور. ضبطين بس ما قالوا لنا كل شيء سيفتي. الغنم في الطريق من سليمانية لأربيل كانوا يعني نجوم المشهد، ماخذين راحتهم يدورون في الشارع، فكل شوي تلاقي إن السيارات كلها واقفة. ليش؟ والله حضرتهم قاعد. الو في اليوم اللي وصلنا الأهوار كانت مباراة الكلاسيكو مدريد برشلونة، واحنا متوقعين ان ما بنشوفها في هالمكان النائي المعزول عن العالم. الى ان واحد من الشباب من اهل المنطقة قال لنا بيعرضون المباراة في قهوة شعبية. قلنا عندكم قهوة شعبية؟ قال في واحدة. وصلنا هناك وتوقعنا انها بنروح قهوة عادية، الأجواء بصراحة كانت غير معتادة بس تتذكرها للأبد. أحد يخنعنا 2-1. أذكر حطيتها في ستوري إنستغرام وصارت ترند، كل من خذها وحطها عنده. يعني تقدر تتابعني في إنستغرام تبي حصريات عمر فاروق فولو. أول شيء صادفنا لما وصلنا لفندق في بغداد كان عرس. هذا العرس في أول لحظة من وجودك يعني تفريح. صفقنا وباركنا لهم واستانسنا وركبنا الغرفة حطينا أغراضنا لنسمع فوضى مرة ثانية. كنا شنو توهم ماشيين، طلعنا من الدريش اللي عرس ثاني. المهم ما خلصت الليلة ولا صايرة 5 عروس في نفس الفندق في نفس المكان، وكل يوم هاي حالتهم. الله يبارك لهم ان شاء الله، بس يعني استوعبت ان في وايد عروس وقالوا لنا هاي الوضع كل يوم. اتوقع الكثافه السكانيه اكثر يعني ما اعرف. ايوه بس غاليه شهر بني رندي لا شهر بني رندي. شوف يعني اذا انت من محبين السي فود فانا بشرك، السمك اللي في العراق فريش لدرجه تشتريه وهو حي من الماي على طول. Let's go ها؟ اي ان شاء الله. تعال يا بيش انتين. ثلاثة احنا. ايه.
إنه تحد ضعيف يصده التمساح بسهولة. من أكثر المشاهد اللي انتشرت من فيديو البصرة كان الشباب اللي يغنون في الباص موطني 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 موطني. بس القصة اللي وراء هذه الباص شلون وصلنا هني بروحة تحفة. خلينا تاكسي وصلنا لمنطقة تاكسي قرر انه يخترب في نص الدرب. وصلنا نص الدرب بس مو راضي ياخذ فلوس. وسط الشارع وسط البر نزلنا من السيارة وقعدنا نأشر في الشارع تمني يمكن نص ساعة ليه ما وقف لنا هذه الباص وركبنا وياه وصارت هاللقطة. والحياة والنجاة والسلام والبهر صراحة سمعت عن وايد لغات بس ما توقعت ان في واحد يقدر يكلم الجواميس لغة الجواميس. هاي 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 اجي هاي الصغار يجون ها 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 كبيرة هش هش واح لاح قرح قرح هش هش راح لاح هش 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 قرح 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 ها مشغول روح هش هش. تعرف احيانا لما تكون جدا جاد في المشهد وعايش الجو ويصير شيء مفاجئ يطلعك من المود كامل. الحمد لله نعم الله عليك. الف عافيه الف عافيه عموري. كم بتاع على وجهه؟ وقع. كم بتاع على وجهه والله. او احيانا شيء كيوت مثل اخو مثلنا اللي دخل علينا فجاه اني بعيش قصته. عمر يجرب. اهلا وسهلا عمر. خرب ام اللقطه. مين دي ما عرفتوني عليه؟ اخوي صغير اخوك. والنعم اجي يتكلم نفسكم. نورت البيت نورت البيت. خلينا نعيد. ياك الله بيتنا. عندنا وايد اشياء صارت وايد احداث ضحك وغريبه بس يكفي اتوقع ما نبي نطول عليكم وايد. في نهايه كل سلسله بيكون عندنا 3 فيديوهات. فيديو الكواليس اللي حين قاعد تشوفونه والفيديو الثاني اللي هو بينزل بعد هذه بيكون سلبيات وإيجابيات كل دولة زرناها والفيديو الثالث بيكون أسئلة وأجوبة رد على أسئلتكم. انتظر الفيديو اللي جاي عيل لا تسمع اكتشف ليحين موجود في براندي الشخصي يتنفس تقدر تطلبها من الموقع وتوصلك وين ما كنت حول العالم. ما بيذكركم في السبسكرايب واللايك والسوالف. نشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. هاي جو برو هني شباب صار جو برو.